عدنا إليكم مشاهدينا والقسم الأخير من صباح النور. قد يظن الشخص أن نجاحه هو ضربة حظ وأنه لا يستحقه، فقد يتوهم أنه خدع الآخرين لتحقيق ذلك الإنجاز أو للوصول إلى المنصب. إنها متلازمة المحتال التي تشرحها لنا الطبيبة المختصة في الاضطرابات النفسية الجنسية والإدمان دكتورة يسرى الجملي اللي تنضم لنا مباشرة من تونس. دكتور يسرى صباح النور. صباح الورد. صباح النور دكتور، شكرا لك. خلينا نبدأ معاك ونتعرف على متلازمة المحتال. ما هي هذه المتلازمة؟ إذا متلازمة المحتال يطلق عليها أيضا الدجال، وهي The Impostor Syndrome، هي حالة تم اكتشافها سنة 1978 من قبل الأخصائية النفسية بولين غاز وصديقتها سوزان آيمز. تم دراستها في الأول لدى الطلاب والأساتذة الجامعيين. لاحظوا أن ثم مجموعة من الأشخاص يعيشوا مجموعة من المشاعر والأفكار السلبية اللي ترتبط بنمط سلوكي معين، يغلب عليها الشك المستمر في قدراتهم في إنجازاتهم ونسبة هذا الإنجاز إلى عوامل خارجية كما قلت أنت، تكون ضربة حظ أو صدفة أو نتيجة الجهد اللي بذلوه، وليس إلى مهارات أو دي تالون يمتلكهم. أيضا هناك الخوف المستمر من اكتشاف احتيالهم والشعور بعدم الكفاءة، وفي المقابل لقوا صعوبة في تلقي الثناء والمجاملات نظرا لشعورهم المستمر بعدم الاستحقاق. في الأول صار خطأ والشك أن هذه المتلازمة تمس كان الأذكياء والموهوبين أو النساء، نظرا للفترة ديكا ما زالت المرأة كي التحقت بسوق الشغل، بالتالي ما كانش ثم نماذج ناجحة، وكانت المرأة كي تنجح تحس دائما بالشعور بعدم الاستحقاق، أو لأنه كانت وقتها بعض سياسات الدول اللي تفرض تمثيل نسائي في جميع الوزارات والشركات حتى الخاصة، تحس أنه انتدابها تم عن طريق السياسة المفروضة من الدولة وليس نتيجة الكفاءة والإمكانيات اللي عندها. لكن دراسات الحالية وآخر دراسة 2017 أفتت أن الحالة ذي تصيب الناس على حد سواء، نساء أو رجال، ومهما كان مستواهم الدراسي أو الثقافي. هي حالة تصيب 20% من الناس كنجيو نقيسوها على الانستونتي، ولكن هي تجربة يمر بها حوالي 70% من الناس في حياتهم. جميعنا مرينا في يوم من أو ما بالشعور بأن مانيش في مكانة، بأن زائفين، وممكن المشاغل ولا زملائنا في العمل ينجموا يكتشفوا الحالة هذه. يعني دكتور يسرى، يمكن أنه الإنسان يمر بهذه العوارض وما يحسهاش، ما يعرفش أنه هو عنده متلازمة المحتال. خلينا معاك نعرف أكثر ما هي الأعراض، فهمنا فكرة الشعور، ولكن هل هناك من أعراض أخرى وكيف يتم تشخيص هذه المتلازمة؟ شكرا. الأعراض هي أعراض عديدة ومتنوعة، وبش نحاول نشرح لك الأعراض السائدة أكثر. أول عارض هو عدم الثقة في النفس وعدم الثقة في القدرات، تشكيك دائم في الإنجازات اللي وصلوا لها، نسبة هذه الإنجازات إلى عوامل خارجية، ونظرا لأنه يحس اللي هو ما يستحقش الأماكن اللي قاعد يوصلها، فبالتالي يلقى روحه مضطر إلى بذل مجهود أكثر من اللازم، تمضيض أكثر وقت في العمل، وبالتالي يروح متأخر للدار مما ينجم يأثر على حياته الاجتماعية، يقوم مهام أكثر من المهام الموكلة إليه، يحس بروحه بحاجة دائمة إلى التدقيق والتأكد من جودة العمل. هذا الكل يأثر على حياته الاجتماعية. هناك أيضا عندهم نسميه نحن وسائل دفاعية باش يقاوموا الإحساس بعدم الاستحقاق، نلقاو أنهم يؤجل دائما، تلقى عنده توندونس إلى تأجيل الأعمال، سكو نابيل لا بروكراستيناسيون، باش ياخذ أكثر وقت لتحقيق العمل كما ينبغي نظرا لأنه يسعى إلى المثالية، أو يلقى روحه يخدم أكثر من اللازم، يبذل مجهود أكثر من اللازم، وهذا ما يسمى بالأوفر دوينغ. نلقاو عنده أيضا صعوبة في طرح أفكار ومناقشة آرائهم، نظرا لأنه يخاف عندما يتم طرح الأفكار أنه الزملاء اكتشفوا أنه ماهوش بالمثالية اللي يظهر عليها. هناك أيضا صعوبات في طلب الترقيات في العمل وطلب الزيادة في الأجور. نلقاو أيضا أنه يسخط على روحه، يستعد أكثر من لازم لأداء المهام المطلوبة منه، وبالتالي ينجم يؤدي هذا إلى المسمى البرن أوت، بالتالي اللي أثر على حياته النفسية. نلقاو عندهم أيضا الهروب من الأضواء، الهروب من النجاح المهني. النجاح المهني نحن في العادة يسعدنا، لكن الأشخاص هذوما يخافوا من النجاح المهني.
انت سالت قلت فيش نجم يعرف. هو بول روزين واينس من لول وضعوا مجموعه من اسئله كيستيونير يتكون من 20 محور، لكن الحق في العيادات ما استحقوش باش يسالوا الاسئله هذيا. ثم 5 اسئله المريض يسالهم من روحه، واذا جاوب معظم الاجوبه نعم فبالتالي فهو عنده متلازمه الدجال. الاسئله هي التاليه: هل انه عنده صعوبه في تلقي الانتقاد؟ هل يخاف ويلوم نفسه على الاخطاء في العمل؟ هل ديما يحس ان الانجازات اللي حققها هي ما تستحقش التقدير هذاك ولجميع الزملاء قادرين يؤديوا نفس الانجازات؟ هل عنده خوف مستمر من اكتشاف انه مزيف وانه محتال؟ وهل انه دائما يشكك في ذاته هو وفي مهاراته؟ اذا كانت معظم الاجابه نعم فلا بد من انه يراجع طبيب مختص. ثم حاجه حابه نذكرها، اللي الاشخاص اللي عندهم متلازمه المحتال يختلفوا. نحن نصنفوهم عاده الى 5 انواع متاع شخصيات او نذكرهم بعجاله. ثم يسمى العازف المنفرد، هو شخص يحبذ أنه يقوم بالمهام بمفرده، يعتمد على نفسه، يحبذ استقلالية، خاطر طلب من المساعدة من الآخر يدل لأنه غير كف، وهذا يأثر على ما يسمى لوتخافاي اون كروب في الشركات. ثم أيضا خبير يقيم نفسه من درجة إلمامه بالأمور، وفي كل ما نعطيه نقول له مهمة يلزمه يلم بجوانب الموضوع الكل، الشيء اللي يؤدي أنه ياخذ وقت أكثر من اللازم، وبالتالي يبتعد عن الهدف المطلوب وما يحدث ما يحقق شيء المطلوب منه. ثم أيضا ما يسمى البطل الخارق، اللي هو يجب يكون متفوق في جميع المجالات وبالتالي يضغط على نفسه باش يكون ناجح. ثم أيضا الأشخاص الموهوبين بالفطرة هما ناس نبغين ربيعتها مستوى من الذكاء مرتفع مقارنة بالناس العاديين، ويقيموا نجاحهم مقارنة بسرعة التعلم والوقت والمجهود اللي بذلوه باش يتعلموا، وبالتالي كي ياخذ وقت أكثر من لازم في تعلم مهارة جديدة يحس بالإحباط ويحس بالفشل واللي هو ما دون المستوى المطلوب. ثم أيضا ما يسمى، نحن قلنا العازف المنفرد الخبير، ثم ما يسمى البطل الخارق، نسيت سامحني في الكلمة، الساعي للكمالية، اللي هو ديما يبحث عن الكمال وديما يشعر بعدم ثقة بالنفس عندما يخطئ ويركز ويشعر بعدم الثقة في النفس وبالفشل كي ما يقومش بالحاجة وسي بارفيت كي هو يحب، وديما يركز على الأخطاء في عوض الاحتفال بالنجاحات. هذوما بعجالة أنواع المصابين بمتلازمة المحتال أو الدجال. طيب دكتور يسرى، نحن يمكن الأشخاص هذوما واللي تحدثنا عليهم خاصة الخمسة صفات اللي ذكرتهم موجودين تقريبا في مجتمعاتنا، في محيط عملنا، موجودين كجيران، كأصدقاء، كزملاء، يعني موجود منهم عدد كبير، ولكن ما يعني لا يكون هذه المتلازمة ما عندهاش انعكاسات على الأطراف المحيطة بك. هو صحيح. ايه نسمع فيك دكتور. يعني انا فكرتي انه تفضل. هو صحيح اللي قلت وذكرت، وذلك علاش الدراسات أثبت اللي 70% يعانيوا من هالمتلازمة هذه، وأنه قدر نقوله نحن ديما من الخوف من ستريس عند أداء مهمة هو قدر مطلوب، هو يجعلنا نقوم بأحسن ما نبذل أحسن ما لدينا لتحقيق الإنجاز، لكن إذا زاد عن حده فبالتالي فهو يشكل إعاقته. نحن بكي ذكرنا قلنا يولي يتأخر في العمل، يولي يبذل مجهود، يولي في الدار يهز العمل متاعه ويخدم، هذا يأثر على العلاقات الاجتماعية، وهذا ينجم يؤدي بالتالي في المستقبل الى نوبه توتر، الى اضطرابات التوتر كما اضطرابات الهلع ولا الخوف المفرط، ينجم يؤدي الى الاكتئاب. لقيت اللي ثم بعض حالات نتاع الانتحار، وخاصه حين يصير لهم ترقي في العمل، هذوما ناس كي سوتو سابوت، كل ما تصير فرصه باش انه يترقى يبعد عليها، هما ناس ما همش خلاقين ومبدعين وما عندهمش المبادره، وخاطر يخاف لما يكونش في المستوى ما يعطيش مبادرات وافكار تنجم تثبت مهاراته. واثبت الدراسات اللي الماجوريتي اللي عندهم المتلازمه ذي هما ناس رغم المهارات رغم الموهبه اللي عندهم ما يترقاوش برشا في سلم العمل. يجدر الذكر اني نعطيكم بعض الامثله، ثم اينشتاين كان ديما عنده احساس اللي هو ما يستحقش النجاح اللي وصل له، ثم ارمسترونغ زيدا، ثم ديغنييرمون ميشيل اوباما عبرت على اصابتها بمتلازمه المحتال،
ثم ناس نجحوا المتلازمة عاونتهم باش أنهم يوصلوا مراكز مرموقة، لكن ثم ناس والأغلبية للأسف المتلازمة ذي منعتهم باش يتبقوا أرقى المناصب. كما قلت أنت، كل شيء إذا زاد على حده انقلب إلى ضده. أكيد. آخر سؤال في أقل من دقيقة دكتور، فقط العلاج هو الالتجاء إلى الطبيب النفسي أم يمكن أنه الإنسان يعالج نفسه بنفسه؟ أكيد أكيد، نحن في تونس نقولوا طبيب النفس مولاها. العلاج فيه برشا حاجات. أول حاجة فهم الشيء، فهم الظاهرة، كيفهم المريض ماذا لديه، هذا يعاونه في فهم الانفعالات اللي عنده والشعور اللي حس به. وكيفهم اللي فما 70% مصابين، هذا يخفف عليه من الحدة ومن الوطأة بتاع الأحساس اللي عنده. هي باش نعطيك نصائح بعجالة سهلة برشا. أول حاجة تنمية الثقة بالنفس وتنمية الثقة في القدرات والمهارات. تصحيح أخطاء السلوك، إيش معناتها؟ معناتها يحاول يواجه الأفكار السلبية، يقنع نفسه اللي هي مرحلة عادية وتتعدى إذا كان قاومها، ويغير المعتقدات اللي عنده. ثالث حاجة لابد من الإحاطة بناس مداعمين وحافزين يحسنوا له ثقته بنفسه، ويتعلم اللي مش اي نقد هو نقد بشرطي لابد من اخذه بعين الاعتبار. توت كريتيك اي كريتيكابل، هناك النقد البناء اللي يجب الاستفاده منه، وهما ثم النقد ايضا السلبي. لابد من كسر حاجز الصمت ومشاركة المشاعر والمخاوف مع المحيطين به، هذا باش يعاونوا باش يفهم اللي ماهوش وحده اللي يعاني من المشكلة ذي. أيضا نحن نطلب منه أنه يطلب من بعض الناس اللي عنده فيهم ثقة، نسميها طريقة الإيميل، أنه يبعث لهم رسائل، يطلب منهم أنه يحطوا له ثلاثة مهارات يراها موجودة فيه وثلاثة مجالات في العمل يراو اللي هو ينجم يبدع فيها. هو أيضا ينجم يقوم بوحده بتحديد نقاط القوة متاعه. كيفاش؟ يسأل روحه أنا فيش مميز؟ أنا شنو هما لي كومبيتونس، أي المهارات اللي عندي؟ هل المهارات هذه مرتبطة بالعمل اللي نقوم به؟ شنو هما آخر الإنجازات؟ يدون الإنجازات اللي حققها وأي إنجاز يربطوا بين هل هو يعود إلى عامل خارجي كما هو يظن أو إلى عوامل داخلي، وحاول يلوش. بالك هو خدم أكثر من لازم، بالك هو بالحق متميز في المادة ذيك، هذيك علاش هو نجح فيها. كي يرجع بعد يقرأ اللي كتبه، هذا يسمح له باش أنه يكتشف اللي هو عنده إنجازات. ثم أيضا طريقة أخرى، ثم نحطه كما خط مستقيم ويحط على طرفي الخط تعريف المحتيل كيفاش هو يرى روحه، وعلى الطرف الثاني الإنسان العادي الناجح شنو هو اللي هو ثم أن سافواغ إتر أن سافواغ فير، ثم كم من المعلومات، ثم كم من المهارات. وكل يوم في أي تجربة يخوضها يحاول يحط روحه على السلم هذاك هو وين ويبرر علاش، هذا باش يساعده باش يكتشف اللي هو ليس بالدجال جوستومون. يلزمو يتعلم ايضا كما يقول انغي فورد اللي ما ثم حتى حد مثالي، المثاليه مستحيله، وللاخطاء اللي نمروا بهم ما هي الا طريقه ذكيه للتطوير والتعلم والتميز. هذوما بعض النصائح بعجاله. اذا كان ما استطاعش يلقى حل، والا اذا كان وصل للاثار السلبيه مثل الاكتئاب او اضطراب التوتر، ما فيها باس يلتجئ للمختص يعاونو ويعطيه الارشاد. نعم دكتور، أكيد. نعم. ساعات التقييم الخارجي متاع ناس يعاوننا أكثر من تقييمنا الداخلي. الطبيب المختص في الاضطرابات النفسية الجنسية والإدمان دكتورة يسرى الجملي، كنت معنا مباشرة من تونس. شكرا لك يا دكتور. شكرا لك. شكرا نهارك سعيد. نهارك زين إن شاء الله.